اليوم جينا حضرنا باش نعطوا انطلاقة ديال أول سباق للدراجات النارية اللي نظمته جمعية محلية سميتها جمعية العيون للدراجات النارية، وجينا باش نعطوا انطلاقة اليوم تشجيعا لهم. وهذا السباق اللي هو أول 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 تجربة كجمعية محلية نفع في العيون، وبغينا نشجعهم. وهذه بهذه المناسبة نلتمس من جميع المسؤولين عن هذا القطاع الرياضي أنهم يشجعوا هذه الجمعيات المحلية لأول تجربة لمنظمة محليا هنا من أبناء المنطقة. وبغينا إن شاء الله نطمحوا باش يكون اللحاق الثاني إن شاء الله أو النسخة الثانية من هذا اللحاق يكون أكبر وأحسن وأحسن تنظيم إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذه الجمعية المحلية اللي استطعت باش تجلب مشاركين أجانب جاوا من دول مختلفة، دول شقيقة، اللي جاوا باش يشاركوا في هذا اللحاق هذا كأول تجربة لهم هنا في جماعة تدشيرة إقليم العيون. يمكننا اليوم القول أن جمعية العيون للدراجات النارية ستكون أول جمعية تنظم لحاق للطرق الوعرة بطاقم محلي، يعني كتخرج عن المعتاد بتسمية رالي كيكونوا فيه أجانب. اليوم بفضل تضافر جميع أعضاء الجمعية اللي اليوم بينوا على مستوى عالي من التنظيم، الحمد لله توفقنا أننا نعطوا انطلاقة للمرحلة الأولى اللي غادي من جامعة التشيرة، وفي انتظار باقي المراحل إن شاء الله مستقبلا. بالنسبة للجنسيات المشاركة في هذا اللحاق، لدينا مشاركين من بريطانيا إضافة إلى بلجيكا، ومجموعة من المتسابقين أيضا من مجموعة من المناطق من الشمال وأيضا الجنوب. كانت ستاج الأولى زوينة بزاف، كانوا بالناس بزاف المسابقين، وكان طريق زوين صعيب شوية في شي بلاصات، داز نهار مزيان. كان تنظيم زوين بزاف، هنا بدينا بكري وكملنا مع العشية، وداكشي كامل كان مورغانيزي مزيان. اليوم دوزنا واحد الطراجي اللي كان زوين، وكانوا بعد من الحوايج اللي صعبوا علينا الطراجي شويه بحال الغيس وبحال وشحال من واحد بقى امبان بحالي، يعني انا بقيت شويه امبان، ولكن الحمد لله رجعنا الحمد لله. Yeah, the track was really cool because I've never ridden this far south before. So new terrain, different kind of sand, some challenging sections. It was very enjoyable. No, it was very well organized. The organization has done a really good job. Making sure everything, the food and the camping has been really good. Tracks were very, very well routed out. Yeah, very well organized. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.